أتقدم بخالص العزاء والمساواة، مواساة لكل أسر ضحايا وكل المصابين في كنيسة أبو يوسفين من بابا اللي حصلت امبارح. الحقيقة حالة من الحزن والحداد عمت كل أرجاء مصر، وبالتأكيد ده كان سبب رئيسي في قرار الدكتورة نيفين أكيلاني وزيرة الثقافة بتأجيل افتتاح فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته 30. المهرجان كان من المقرر انطلاقه امبارح، وبكده بهذا التأجيل بسبب حالة الحداد بالتأكيد هيكون الافتتاح مساء الأربعاء إن شاء الله. برضو حابين نفكر حضراتكم أن المهرجان بيشمل عروض لنخبة من نجوم الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي، ومن خلاله هيتم تكريم 9 شخصيات ساهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، وبيشارك فيه نخبة من النجوم، وأيضا هيتم تكريم أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم، ومن المشاركين مدحت صالح وفريق طبعا مسار إجباري ودينا الوديدي وهشام عباس وعلي الحجار طبعا، مع حفظ الألقاب لكل نجومنا المفضلين والجمال اللي بيحرصوا دايما ان هم يشاركوا في هذا المهرجان. طبعا خالص عزائنا لأسر كل الضحايا، ربنا يرحمهم يا رب، وبنتمنى الشفاء العاجل بالتأكيد لكل المصابين. الحقيقة يعني حادث أليم خلانا كلنا امبارح، كل المصريين من امبارح واحنا في حالة حزن وحداد يعني شديدة الحقيقة. ربنا يرحم كل اللي يعني توفوا، ومن أكتر الحاجات اللي زعلتنا كلنا طبعا الأطفال، يعني وفاة الأطفال وكل إنسان مصري الحقيقة يعني توفي طبعا ربنا يرحمه، بس يعني ربنا يصبر الأمهات ويربط على قلوبهم جميعا يا رب، وإن شاء الله مصر دايما تبقى بخير وفي سلام وأمان.